هنقسم لسه هنقسم نفس الرسمة اللي تقريبا بنرسمها في القصة مرتين صح؟ مش دي الاوراكل؟ هو يقول لك ايه؟ احنا عندنا الارتيريال سبلاي اوف ذا سكالب 5 3 ان فرونت اوف اوراكل 3 قدام الاوراكل. وعلى فكره طالما قدام الاوراكل يبقى هم نفسهم اللي هيخدموني في الارتيريال سبلاي اوف ذا فيس صح كده الكلام؟ واتنين ورا الاوراكل اكيد يا احمد الاثنين اللي ورا الاوراكل دول مختصين بالسكالب بس مش هقولهم في الفيس. سهلين كده الكلام يا جماعه؟ فيقول لك ايه؟ 3 قدام الاوراكل واثنين بيهايند الاوراكل. الاثنين اللي بيهايند الاوراكل لسه قايل لهم صح؟ مش صح؟ مش كده يا جماعه؟ نرسمهم كده بص مش احنا كده عندنا لو دي الاوراكل. تمام؟ وهنا المنظر عامل كده. صح الكلام يا دكاتره؟ طيب ورا الاوراكل مش كان في بروز اهو اسمه الماستويد بروسيس؟ وحتى كان قدام في حاجه اسمها الاستايلويد. اللي هو الشوكه والفتحه دي كان اسمها استايلو ماستويد فورامين يدخل او يخرج منها الفيشال نيرف. خدناها المره اللي فاتت صح الكلام؟ ايوه ماستويد قدامها استايلويد بينهم يبقى استايلو ماستويد بديل. هي اللي كان بيخرج منها الفيشال نيرف من هنا واول ما يخرج يدي برانشين بره وبعد كده يدخل الباروتيد يتفرع جوه الخمس برانشات. الله ما هي دي الباروتيد جلاند ده ايه؟ طيب عارفين العضله دي كان اسمها ايه؟ خدتوها السنه اللي فاتت اسم كان اسمها ستيرنو ماستويد صح؟ اه يعني في عضله في المكان ده اسمها ستيرنو ماستويد مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ صح كده الكلام؟ اصحى بقى لليل. هو انا مش كان عندي شريان من شويه كنت بقول عليه اكسترنال كاروتيد كان ماشي هنا؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري ده مش كان بيديني سام امريكان ليديز فاوند ها اور كان اسمه ايه يا عبدو؟ اوكسيبيتال اهو. بيراميد اللي هو بوستيريور ريك اهو. يبقى اذا يا جماعه الاثنين اللي ورا الاوريجن اسميهم ايه؟ اوكسيبيتال اثنين بوستيريور اوريكل اوكسيبيتال بوستيريور اوريكل. منين الاثنين دول يا دكاتره؟ من الاكسترنال كاروتيد ارتري. حتى الان في مشكله؟ طيب من الاكسترنال كاروتيد ارتري بيطلع لي برانشين ورا للسكالب بس ورا الاوريكل، واحد اسمه بوستيريور اوريكولار عشان ورا الاوريكل، وواحد اسمه اوكسيبيتال عشان رايح للاوكسيبيتال ريجون. طب ايه هي برانشات؟ هاي مرة هتسألي ايه هي برانشات؟ بص سواء الاوكسيبيتال او البوستيريور اوريكولار الاثنين كل واحد فيهم بيدي اربع برانشات اربع مبدئيا يعني الاربع برانشات بختصرهم بسومه خلاص. دخلنا المره اللي فاتت علي فاكرين علي؟ مش قلنا احنا علي ده قبل كده؟ بختصرهم بايه يا جماعه؟ بسومه. سومه دي اختصاري بقى اولا اس
مش كده؟ يقول لك ايه، بص الحته دي، مش احنا عندنا البوستيريور اوريكولار ده جنب الاستايلوماستويد فورامن جنبها صح؟ بالله عليكم ينفع فورامن ما يخشش فيها ارتري؟ ما ينفعش صح كده؟ فيقول لك يروح مطلع ارتري داخل هنا، فيسموه استايلوماستويد ارتري. والارتري اللي هو الاوكسيبيتال ده، خلاص اوكي، الاوكسيبيتال ده وهو معدي جنب الاسترنوماستويد يديها، يروح مسمينه استرنوماستويد ارتري. يعني كده الكلام سهل قوي مش كده ولا يا جماعه؟ يبقى استرنوماستويد وستايلوماستويد سهله؟ سهله ولا صعب؟ طيب الاو اختصار ايه؟ ما هو لازم تكون، مش ده المكان ده اسمه الاوكسيبيتال ريجون؟ سواء كان بوستيريور اوريكولار او اوكسيبيتال، مش رايحين للاوكسيبيتال ريجون؟ يبقوا يغذوه، يبقى يديني الاثنين اوكسيبيتال. طب الام عضلات مسكر للاثنين. طب الايه، مش الاثنين يا جماعه معديين ورا الاوركل؟ يدوها يبقى اوركل. بيتهيألي دي اسهل طريقه للحصول. يبقى اذا يا جماعه انا عندي في السكال الارتيريال سبلاي في اثنين ورا الاوركل وفي ثلاثه قدام الاوركل. الاثنين اللي ورا الاوركل اساميهم ايه؟ بوستيريور اوريكولار واوكسيبيتال. والاثنين جايين من مين؟ من الاكسترنال كاروتيد. الاثنين بيدوا ايه؟ الاثنين بيدوا سوما يا سيد. السوما عباره عن ايه يا جماعه؟ استرنوماستويد وستايلوماستويد. تمام؟ والباقيين اوكسيبيتال ماسكولار اوريكولار. سهلين ولا صعبين؟ بيتهيألي سهلين جدا ما فيهمش حاجه. هو تلاقي مثلا لما تيجي تفتح المذكره كده انا هشطب لك على حاجه كده معايا. خلاص اوكي يا جماعه؟ يبقى اذا دي كده اول ارتيريال سبلاي اوف ذا سكال. بقول القاعده من اول وجديد، بعيد وازيد تاني. خلاص الارتيريال سبلاي اوف ذا سكال، اثنين ورا الاوركل، ثلاثه قدام الاوركل، الاثنين اللي ورا الاوركل، الاثنين من الاكسترنال كاروتيد اوكسيبيتال وبوستيريور اوريكولار، والاثنين بيدوا سوما. سوما ده اختصار يا جماعه؟ ستايلوماستويد وستيرنوماستويد. اوكسيبيتال ماسكولار اوريكولار. شكرا. يلا ناخد اللي قدام الاوركل، ناخد اللي قدام الاوركل. صور. هيغذي الاسترنوماستويد مصر والستايلوماستويد هيدخل في الستايلوماستويد فورا.